بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. أسبوع جديد ولقاء يتجدد معاكم من مرة تانية إن شاء الله في نهار جديد، مستمرين معاكم طوال ساعتين على الهواء من الساعة 10 لحد الساعة 12 ظهرا بإذن الرحمن. طبعا الأسبوع ده محتاجين إن احنا يكون عندنا نشاط وحيوية، مش معنى إن السبت أجازة عند أغلب الناس ده إنك أنت يخليك تكسل أو تقوم تعمل نشاط أو تمشي أو تخرج أو تشم حتى شوية هواء. بالعكس، ادخر يوم الأجازة إن أنت تفصل وتغير مودك وكمان الروتين الأسبوعي تحاول إن أنت تجدده من خلال هذا اليوم اللي احنا بناخده سواء الجمعة أو السبت، اليومين دول إن احنا نجدد الطاقة بتاعتنا ونشحن بيهم للعمل بقى وكل الروتين اللي بيجي طوال أيام الأسبوع. مهم كمان إن احنا نمارس الرياضة الجيدة دي اللي بتديك الصحة الجيدة تحديدا في هذا التوقيت اللي ناس كتيرة جدا متدفية وقاعدة تحت البطانية. في قاعدة البطانية مش هتخليك ان انت تبقى نشيط، بالعكس كل ما بتنام بتبقى محتاج تنام اكتر، ولكن لما بتبقى نشيط وبتبقى كده عندك روح جميلة ان انت عايز تخرج وعايز تغير جو وعايز تتمشى وعايز ان انت يبقى في مود جميل جدا طوال هذا الاسبوع، تقدر بقى تدخر ده طوال ايام طوال اليومين الاسبوع اللي انت بتاخد فيهم اجازه سواء الجمعه او السبت. مهم كمان بننصح الناس اللي هي للاسف عندها نزلات برد او عندها بعض المشاكل خاصه في هذا التوقيت ان هم يمارسوا الرياضه على فكره هي اللي بتقوي جهاز المناعه، وانك انت تنام 8 ساعات دي حاجه مهمه جدا، مش تسهرش قوي وفي نفس الوقت ما تنامش كتير، التوازن حلو جدا وده اللي بيدي المناعه بتاعتنا باور كبير جدا وبيقدر يتغلب على الفيروسات اللي احنا ممكن تقابلنا في هذا التوقيت. زي ما حضراتكم عارفين طبعا للاسف بينتشر في فصل الشتاء كثير من الامراض الفيروسيه ونزلات البرد، واعتقد عند اغلب الناس دلوقتي وناس كتير جدا بتبقى خايفه هل ده لا قدر الله دور كورونا ولا نزله برد عاديه. فاحنا بنقول لحضراتكم من البدايه الوقايه خير من العلاج والصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء. مهم جدا ان احنا ناخد اللقاح الخاص بكورونا، ده حاجه اولى. الحاجه الثانيه بقى اللقاح الموسمي او التطعيم الموسمي بتاع نزلات البرد واللي احنا دايما بنقول لحضراتكم دي حاجة مهمة برضو بحيث انها بتعزز من جهاز المناعة، وان حضرتك لا قدر الله لو جالك دور البرد ما بيبقاش قوي عندك حتى لو مش دور كورونا. مهم كمان ان احنا نحافظ على التغذية السليمة باستمرار، ان احنا نشرب الحاجات الصحية العصائر الفريش، وفضل ربنا سبحانه وتعالى ان في فصل الشتاء في الكثير من الفواكه الغنية بفيتامين سي والفيتامينات اللي بتعزز جهاز المناعة بتاعنا زي البرتقان واليوسفي والفراولة والجوافة. ده حاجة مهمة ان احنا نحرص على شرب هذه العصائر فريش وليست العصائر المعلبة. كمان أكل الخضروات الطازجة المغسولة بشكل جيد أعتقد ده بيدينا برضو العناصر الغذائية اللازمة اللي بتقوي جهاز المناعة بتاعنا. كمان عايزين نقول لحضراتكم حاجة في غاية الأهمية وناس للأسف بتخطئ فيها جدا، إن هو التعرض للشمس. ناس كتير مقصرة في حق نفسها في الموضوع ده، واجب عليك خاصة في الشتاء إن أنت تتعرض من ساعتين لثلاث ساعات على الأقل لأشعة الشمس لجسمك، إيديك، ساقيك، إنك أنت تتمشى شوية في الشمس وتشم الهواء الطلق، ده بيعزز فيتامين د في الجسم اللي بيقوي جهاز المناعة واللي بيفيد العظام واللي في نفس الوقت بيقوي الجهاز الخاص بالمضادات الفيروسية. لو جالك لا قدر الله فيروس بيطرده بشكل كبير جدا ومتبقاش جسمك قابل ان انت تاخد بعض هذه الامراض الفيروسية. حاجة برضو بيقع فيها بعض اولياء الامور تحديدا مع اطفالهم، لما ابني او بنتي بيجيله دور برد اكتر حاجة بنقبل عليها اديله مضاد حيوي، ودي كارثة في حد ذاتها. بالعكس طالما دور البرد خفيف، وده طبعا ينصح اي طفل او طفلة لما يتعبوا في البداية لازم تزور الطبيب. جايز النصيحة اللي هتاخديها من أخت حضرتك أو جارتك ما تناسبش جهاز المناعة أو جسم حضرتك، مش كل أجسامنا زي بعض، ممكن حضرتك المضاد الحيوي ده يأثر مع الشخص الفلاني أو الدواء ده ويأثر مع شخص فما يأثرش مع حضرتك. عشان كده بنقول لما تحس عند حضرتك دور برد خاصة في هذا التوقيت لازم تكشف، لأن الطبيب هو اللي هيحدد لا قدر الله دور برد عادي ممكن ناخد له أدوية ونخف، ولا لا قدر الله دور كورونا محتاج بقى البروتوكول ومحتاج بعض الإجراءات التانية. خلينا نقول المضاد الحيوي ما ناخدهوش إلا باستشارة الطبيب، ولما ابني يتحسن بعد تاني جرعة أو تالت جرعة ما نوقفوش، لأن دي جرعة معينة لازم نخلصها. دول الخطأين اللي احنا بنقع فيهم، إن احنا بندي مضاد حيوي بمزاجنا، وإن ابننا لو أخذ مضاد حيوي ما بنكملهوش لو شعرنا بتحسن، حتى لو اتحسن وبقى زي الفل ولسه في باقي في الجرعة لو أنت بتاخده تابلت أو بتاخده حقن لازم تكمل الجرعة كاملة، لأن ده مهم جدا للجسم بتاعنا. حاجة برضو في غاية الأهمية احنا بنتقاعس فيها قوي، الرياضة.
الرياضه يا جماعه في الشتاء تحديدا، الرياضه مش في الصيف بس، لا الرياضه في الشتاء. ولو تلاحظ حتى اغلب الانشطه الرياضيه والمحافل الدوليه بتلاقيها في فصل الشتاء، زي كاس العرب اللي شغال دلوقتي في فصل الشتاء، كاس العالم للانديه في فصل الشتاء، بطوله الامم الافريقيه في فصل الشتاء. ودي حاجه كويسه جدا احنا ناخدها قدوه، ان احنا نعزز من قيمه ممارستنا للرياضه يوميا. يعني حتى لو بتتمشى كل يوم وانت رايح الشغل، ده حاجه كويسه جدا لجسمك، مش عشان تخس بس، لا ده الرياضه مهمه جدا سواء عايز تخس او مش عايز تخس، لانها بتجري كل الاوعيه الدمويه وبتجري الدم في جسمك زي ما بيقولوا كده، وبيخليك عندك نشاط وحيويه. لكن انت هتنام وتتدفى تحت البطانيه في البرد القارس ده، هتبقى كسلان، وكل ما بتصحى تبقى عايز تنام، وده في المناسبه بيضعف جهاز المناعه. مهم كمان ان يكون عندنا وعي بقى ببعض الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. والحقيقه انا هقول على حضراتكم دلوقتي مجموعه من النصائح، لو احنا عملناهم ما تشغلش بالك اطلاقا لا بكورونا ولا المتحور بتاعها ولا باي شيء خاص بهذا الامر. اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نرتدي الكمامه باستمرار. باستمرار يعني ايه؟ يعني انا وانا لحد ما اطلع من بيتي وانا رايح الشغل لحد ما ارجع تاني، ومده الكمامه اللي انا بستخدمها يوميا هي 8 ساعات، سواء الكمامه ام 2 جنيه او الكمامه ام ب 300 جنيه، دي كلها 8 ساعات مش اكتر. والكمامه لا بتتطهر بكحول ولا بتتغسل. الحاجه الثانيه، ابعد حوالي متر ونص عن اي حد بتقابله سواء في الشارع او في العمل. الحاجه الثانيه، اغسل ايديك بالماء والصابون اول ما ترجع البيت، واثناء فتره يعني تواجدك خارج المنزل طهر ايديك باستمرار بكحول، وما تحاولش تقربهم مهما كان لعينك او لانفك او لبقك. دي من الحاجات المهمه جدا. الحاجه الثانيه بقى، ملاش بصفحه الاخرين يا لا بالايد ولا بالاحضان. اعتقد احنا دلوقتي في ظرف استثنائي، واجب علينا ان احنا نكون مقدرين، حتى لو صاحبك ده ما شفتوش بالك يعني 10 سنين ولا 20 سنه، الحمد لله على السلامه، بالعكس انت مدى حبك ليه بتبينه، مدى يعني حرصك انك انت خايف عليه. فلازم ان احنا نقلل موضوع السلامات بالايدين وموضوع القبلات اللي احنا للاسف بنشوفه دلوقتي، وتحديدا ما بين فئه الشباب. حاجه ثالثه رابعه مهمه جدا طبعا، اخذ اللقاح، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى الدوله وفرته لنا في كل الاماكن، في المستشفيات وفي المراكز الخاصه باللقاح، حتى على سيارات متنقله عشان تبقى متواجده في بعض الاماكن اللي بعيد عنها الوحدات الصحيه، عشان يبقى في يعني قابليه ان احنا ناخد اللقاح بتاعنا في الانديه، في مراكز الشباب، في كل منطقه عندك في محافظات الجمهوريه تقدر تاخد اللقاح بتاعك. امشي نص ساعه في الهواء الطلق كل يوم. لو حضرتك مشيت نص ساعه في الهواء الطلق كل يوم، ده بيعزز من جهاز المناعه وبيقويه، وبالتالي تبقى قادر على مواجهه اي شيء من الامراض، مش بس الامراض الفيروسيه. اكثر من شرب الماء وتناول السلطه الخضراء والبرتقال والليمون. شرب الميه اللي ناس كتير بتغفله في فصل الشتاء، تقول لك انا ما بعطش، على فكره شرب الميه مش شرط ان انت تعطش عشان تشربه، لا، خلي الميه على الاقل 4 لتر يوميا تحديدا في فصل الشتاء لازم تشربهم، ده برضو مهم جدا لجسم حضرتك ومهم جدا لجهاز المناعه. احرص على تعريض الذراعين والساقين لاشعه الشمس اثناء فتره العصر من نص ساعه لساعه يوميا. ده مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم، مش بس بيعزز من جهاز المناعه، ولكن كمان بيفيد لفيتامين د اللي هو بيقوي العظام بتاعتنا. الحاجه الاخيره بقى، احرص دايما على النوم المتواصل ليلا مده لا تقل عن 8 ساعات. لازم تنام 8 ساعات. حضرتك لما بتنام قليل ده والله بيرهق جسمك وبيرهق جهاز المناعة بتاع حضرتك. زي ما انت واجب عليك انك انت تريح نفسك، لازم كمان تدي جسمك كله قسط كافي من النوم لا يقل عن 8 ساعات. لو فعلا عملنا الارشادات اللي انا ذكرتها لحضراتكم دي، ما تشغلش بالك اطلاقا لا فيروس كورونا ولا فيروس انفلونزا الموسمية ولا اي حاجة، لان انت كده محصل نفسك طبعا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء وبذكر الله. والحاجة التانية، انت متاخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وفي نفس الوقت محافظ على الأغذية والطعام الجيد والرياضة، وإنك أنت تتعرض لأشعة الشمس وتنام مبكر أو تنام على الأقل 8 ساعات، دي حاجة في غاية الأهمية. ربنا يحفظ حضراتكم، ومهم كمان نطبق ده على أرض الواقع إن شاء الله بإذن الرحمن القادم أفضل. وزي ما تغلبنا على الموجات الأولى والثانية والثالثة من فيروس كورونا، وكل الدولة المصرية دور كبير في ذلك، إن شاء الله قادرين إن احنا نواجه الفترة اللي جاية، وإن شاء الله بإذن الرحمن ربنا يعدينا من هذه المحنة على خير. صباحكم كله خير وصحة وبركة. نسمع معونية ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله باقي فقرات برنامجنا النهاردة من نهار جديد.
ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة والشعب المصري الأصيل، ودايما يا رب إن شاء الله يا بلدنا محققة كافة الإنجازات في مختلف المجالات. طبعا الناس اللي خرجت الصباح الباكر النهاردة لاحظت فيه شبورة كثيفة على مختلف الطرق، ويمكن ده لاحظته وأنا جاي لحضراتكم النهاردة الساعة 7:30 صباحا تحديدا على الطريق الدائري. عشان كده بنقول لكل قائد المركبات على كل الطرق خدوا بالكم، لازم إن احنا نتوخى الحذر، وفي بعض الإرشادات اللي احنا لازم نقولها لحضراتكم تحديدا واحنا سايقين في فترة الشبورة. لازم إن احنا ندوس على الانتظار بتاع السيارة طوال هالفترة اللي موجود فيها الشبورة، لازم كمان نفتح جزء من الشباك للتهوية داخل السيارة عشان ما يبقاش فيه شبورة بره وجوه، وأقل حاجة تسيبها ما بين حضرتك وما بين السيارة اللي قدامك 6 لـ 8 متر، ده مهم جدا بعض الإرشادات ناخدها في عين الاعتبار واحنا سايقين في الشبورة. كمان عندنا حالة من التقلبات البسيطة وإن شاء الله بإذن الرحمن ما تكونش زي الفترة اللي فاتت، وهو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. عشان كده بنقول لكل الناس خدوا بال حضراتكم التوقيتات اللي بيبقى فيها مثلا ارتفاع ولو شيء بسيط، خاصة فترة الظهيرة الناس اللي بتبقى مثلا متقلة هدومها الصبح وتيجي فترة الظهرية بتخفف وتيجي بالليل تتقل هدومها، لا احنا خلاص عدينا المرحلة دي، اللبس الشتوي من لازم حضرتك طوال اليوم، بل بالعكس كمان الساعات المتأخرة بالليل لازم كمان تكثف من اللبس، لازم يكون معاك بلطو أو هدوم تقيلة لأن ده بينزل فيها الجو يعني درجات كتيرة جدا، بيبقى عندك شعور بالبرودة أكثر وأكثر. أتمنى يا رب إن احنا إن شاء الله نعدي هذا الموسم على خير، وإن يكون عندنا كده وعي بكل مثل هذه الأمور. أعتقد يعني هيئة الأرصاد الجوية أو الدولة بكافة أجهزتها واخدة على عاتقها التنبؤات بتغيرات الجوية، بحيث إن احنا يكون عندنا يعني إجراءات استباقية قبل وقوع أي شيء ممكن لا قدر الله يعني يعرض السادة المواطنين للمشاكل. تعالوا مع بعض نتعرف بشكل مفصل على حالة الطقس تحديدا هذا الأسبوع، وبرضو بعض النصائح اللي ممكن نقدمها لأخواننا الفلاحين والمزارعين لو في تغير في المناخ هذا الأسبوع. معنا على الهاتف الأستاذ دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. برحب بيك يا دكتور وصباح الخير عليك. طبعا يا سيدي عاصم، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك يا فندم، كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. أخبار الطقس هذا الأسبوع إيه؟ ولو لاحظنا النهارده الصبح يعني شبورة كثيفة يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا استاذ عاصم على اتاحه الفرصه، وشكرا موصول طبعا لقناه مصر الزراعيه على دورها الكبير في دعم المزارع المصري. طبعا زي حضرتك ما قلت بالضبط في المقدمه ان في احد مظاهر التقلبات الجويه خلال هذه الفتره في صوره الشبوره المائيه اللي وصلت في بعض المناطق الى درجه الضباب، يعني نعم. وصلت لي كانت كثيفه جدا في بعض الطرق، صحيح، ودي طبيعه الوقت ده من السنه بصرف النظر اذا كانت يعني كثير عن الطبيعي يعني فوق المعدل ولا لا. لاحظنا الفتره اللي فاتت ان كان في بعض التقلبات في الجو متمثله في وجود سرعات عاليه من الرياح محمله بالرمال والاتربه، وصلت لي اجزاء كثير من الساحل الشمالي والدلتا والقاهرة، ولامست كمان أطراف شمال الصعيد بني سويف والمنيا والفيوم. نعم. وبعد كده تلاها مباشرة انخفاض في درجات الحرارة نهارا وليلا. نعم. ثم حصل زيادة تدريجية في الحرارة مرة أخرى بداية من أمس، وهيستمر هذه الزيادة النهاردة وبكرة. طب طبيعة إن الطقس طالما حصل فيه ارتفاع في درجات الحرارة، مش عايز أقول يعني الارتفاع كبير، ولكن ارتفاع بعد انخفاض لازم يحصل تكثيف للشبوره المائيه، وخاصه ان حركه الرياح شبه ساكنه. بس ده ما يستدعيش ان الناس تخفف ملابسها يا دكتور. يا دكتور الارتفاع نعم؟ البسيط في درجات الحراره ده ما يستدعيش ان الناس تخفف ملابسها بس عشان نوعي الناس بشكل اكبر. لا انا لسه أيوة. اقول التوصيات بالظبط، اقول التوصيات صحيح. فده الشكل العام متوقع ان انخفاض اخر في درجات الحراره بدايه من منتصف هذا الاسبوع، تمام ان شاء الله، لتستقر درجات الحراره الدنيا بالتحديد حول ال 11 وال 12 وال 13، وفي بعض المناطق هتنزل عن ال 10 زي مناطق انا والاقصر والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، وهتنزل جدا عن الخمسه في مناطق طبعا وسط سيناء، ودي معروفه يعني لانها مرتفعه. فبالتالي احنا فعليا دخلنا في الاجواء الشتويه الطبيعيه، رغم ان الشتاء باقي عليه 10 ايام فلكيا في مصر، هيبدا بعد 22 ديسمبر. وبالتالي الاجواء اجواء شتويه،
هذه الاجواء ما زالت غير مستقره، لاننا في الثلث الاخير من الخريف وهو الفتره من السنه اللي دايما فيها تقلبات. المهم الاخر هو بيهيئ الاجواء للدخول الشتاء. اظن اهم التوصيات بناء على هذا الشكل من التقلبات زياده الرطوبه النسبيه الناتجه عن الشبوره المائيه الكثيفه صباحا تعني ان هناك مشكله بالنسبه للامراض الفطريه. اذا كل مزارعي مناطق الدلتا بالتحديد والمناطق اللي موجود عليها شبوره كثيفه ومناطق الحراره بتاعتها يعني مناسبه للتبقع السيركسبوري على البنجر، للذبحه المتاخره على البطاطس الشتوي، للذبحه المتاخره على الطماطم اللي موجوده ما زالت لسه موجوده في شمال الدلتا، مناسبه تماما للنحله للندوه البكتيريه على الطماطم اللي بيسموها الندوه الفيروسيه، مناسبه تماما لامراض التبقعات وبدايه ظهور للقطع الارجوانيه على الثوم والبصل بعد شويتين. كل هذه الامراض تستدعي حاجتين. اول حاجه الفحص الدقيق لزراعتك سيادتك كمزارع، يوميا تفحص الزراعات بتاعتك. لو في اي مظهر من هذه المظاهر يتم الرش بالمبيد المناسب فورا. ولو سيادتك عاوز تطبق مبدا الوقايه فيفضل ان ارش البنجر استباقيا ضد تبقع السيركسبوري، ارش بطاطس الصيف اللي تعدت 60 يوم ضد اللفحه المتاخره، ارش لو عندي قرعيات ضد البياض الزغري. كل هذه المحاصيل تحتاج الى دعم مباشر من المزارع. الاجواء دي مناسبه للقمح بالمناسبه. القمح تقريبا عمره ما بين 10 ايام ل 25 يوم دلوقتي في المرحله الاولى ما قبل التفريع. مناسبه تماما عدا لو الحراره انخفضت بالليل زياده عن اللزوم يبقى انا محتاج ادعم القمح بعنصر الفسفور المناسب تماما للتفريع. المزارع بيصوم بيأخر الرأي الأولى كتير عن اللزوم عشان يدفع القمح للتفريع. أنا ممكن أضيف، أنا عارف إن الوقت المتاح إليا بس خليني أقول التوصيل بسرعة سريعا يا دكتور اتفضل. أضيف الحامض الفوسفوريك 10 لتر للفدان للقمح، أو أضيف الماب عن الفوسفور أرش ب 2 كيلو أو كيلو ونص للفدان للقمح. تمام، مهم جدا في هذه الفترة بدلا من التصويم. انا يعني اتمنى يكون المزارعين واخدين بالهم من النقطه دي. تمام، بنشكر حضرتك جدا والله استاذ الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ على هذه النصائح لاخواننا الفلاحين والمزارعين بعد يعني حاله التغيرات المناخيه اللي احنا لاحظناها مؤخرا. وزي ما قلنا من النهارده في شبوره كثيفه على الطرق، لاحظناها يمكن استمرت معانا لحد الساعه 9 صباحا، لازم ناخد بالنا سواء على الطرق وفي نفس الوقت كمان ناخد بالنا بالنسبه للزراعات المختلفه. تعال مع بعض نستعرض مع حضراتكم مشاهدينا جوله اخباريه في اهم الاخبار اللي تصدرت الصحف هذا اليوم. اول خبر معنا بعنوان الرئيس السيسي: مصر تحرص على إعلاء الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص عليه مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الأمر انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ساعدت بإطلاقها والتي سعدت بإطلاقها ومتابعتها وتفعيلها، والتي تعتبر مسارا عمليا لتعزيز الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة تلبية لطموحات وتطلعات الأجيال القادمة والحالية أيضا، ودعما لجهود الدولة التي تجاهد لتغيير واقعها وأيضا بناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطرابات ومتخم بالتحديات. خبر آخر مشاهدينا في جولتنا الإخبارية بعنوان: وزارة الخارجية مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية. أعلنت وزارة الخارجية نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن. يأتي ذلك تتويجا لجهود وزارة الخارجية المتواصلة من أجل الدفع قدما بدور مصر البارز على كافة الأصعدة في الساحة. كما يعكس هذا الفوز الكبير الثقة العالمية التي تحظى بها مصر بدبلوماسيتها في المحافل الدولية، وكذلك أيضا دور مصر الريادي في مجال النقل والملاحة البحرية العالمية في ضوء ما تتمتع به من قدرات وخبرات وإمكانيات
فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يمثل قلب العالم. من الخارجية نروح لوزارة الزراعة. ووزارة الزراعة ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5.3 مليون طن والموالح في المقدمة. تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى الثامن من ديسمبر 2021، حيث بلغت حوالي 5,300,757 طن من المنتجات الزراعية. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم والعنب والبطيخ. ما شاء الله، ربنا يا رب يجعل دائما حصلاتنا الزراعية في ازدهار، وأيضا ربنا يكثر من صادراتنا الزراعية في كل المنتجات إن شاء الله. دي كانت جولتنا في أهم الأخبار العامة مشاهدينا. دلوقتي يجي معادنا مع فقرة أخبار الرياضة. وبالتأكيد أول خبر في جولتنا الرياضية عن المنتخب الوطني، ومنتخب مصر يلاعب الأردن على القضية في تأكيد لجدارة الفراعنة بالوصول إلى إن شاء الله أبعد نقطة في البطولة. يدخل المنتخب الوطني مباراته أمام الأردن اليوم في ربع نهائي كأس العرب بدوافع كبيرة إن شاء الله بإذن الرحمن، ده مستغلا الأداء القوي الذي قدمه أمام منتخب الجزائر أحد المصنفين للتتويج باللقب لتقديم ما هو أفضل من ذلك وما يستحق الفراعنة نحو التتويج باللقب. طبعا نتمنى رب الفوز لمنتخبنا الوطني في المواجهة إن شاء الله مع الأردن الشقيق اللي تقام الساعة 5 مساء اليوم بإذن الرحمن، يكون في أداء مميز، أداء يليق بالرياضة المصرية ومشجعي الرياضة المصرية وبالشعب المصري. المنتخب الوطني أدى في يعني الكام مباراة اللي فاتوا أداء جيد، ولكن إحنا محتاجين إن شاء الله أداء أفضل وأفضل حتى نظفر بهذه البطولة. إحنا رايحين قطر عشان نفوز بالبطولة، مش عشان نوصل لربع نهائي أو نصف نهائي بس. إن شاء الله بإذن الرحمن ده هيكلل بالنجاح وبالجهد الكبير اللي هيبذلوه بقى اللعيبة في الملعب، واللي إن شاء الله هنقيمه النهاردة من خلال هذه المباراة. وبإذنك يا رب نحتفل مع حضراتكم إن شاء الله بفوزنا ببطولة يعني كأس العرب المقامة في قطر حاليا. خبر آخر بعنوان الأهلي يترقب موقف فيفا بشأن أزمة مونديال الأندية بعد قرار الكافة. يترقب مسؤول النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن الموقف النهائي لأزمة تعارض موعد بطولتي أمم إفريقيا ومونديال الأندية. وينتظر الأهلي موقف فيفا بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 6 يناير حتى 9 من فبراير، وتسبب إعلان الكاف في تعقيد الأزمة إذا كان الأهلي يرغب في تقديم بطولة أمم إفريقيا 4 أيام. وينتظر الأهلي حالياً في تقديم بطولة أفريقيا 4 أيام. وينتظر الأهلي حاليا الموقف النهائي من جانب الفيفا لحزم هذه الأزمة. نتمنى رب يكون في يعني حسم لهذه الأزمة في صالح الأهلي وفي صالح إن شاء الله هذه يعني المباراتين أو هذه البطولتين إن شاء الله بإذن الرحمن. نختتم جولتنا الرياضية من الزمالك، والزمالك يلتقي أو يتلقى إخطارا باستدعاء 3 لاعبين للمنتخب الأولمبي. تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها أيضا خلاله باستدعاء 3 لاعبين من فريق النادي مواليد 2001 للمعسكر المفتوح للمنتخب الأولمبي المصري المقرر إقامته من 12 سبتمبر وحتى 13 من نفس الشهر. كل التوفيق إن شاء الله لكل اللعيبة بتاعتنا ولكل الأندية ومنتخبنا الوطني بإذن الرحمن. دي كانت جولتنا الرياضية النهاردة مشاهدينا. كمان عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية، فقرة أولى هنتكلم فيها عن الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر والفاكهة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عادل أبو السعود وكيل معهد بحوث البساتين. فقرة تانية هنتكلم فيها بعنوان جدد حياتك مع الضيفة الأستاذة آلاء أبو المكارم أخصائي نفسي وتنمية بشرية. وهنختتم إن شاء الله حلقتنا النهاردة بفقرة برضو رياضية في غاية الأهمية عن محورين أهمية تنشئة الأطفال رياضيا وأيضا قراءة لمشاركة منتخبنا المصري في كأس العرب وتحديدا كمان مباراته النهارده مع منتخب الاردن الشقيق. دي مضمون فقط برنامجنا الحوالي لهذا اليوم من نهار جديد مشاهدينا الكرام. نستاذن حضراتكم نروح فاصل سريع، نلقاكم مجددا بعد هذا الفاصل مع اولى فقرات برنامجنا الحواريه. انتظرونا.